أخبار اليوم. أستاذة صفية مصطفى أمين، بنرحب بك معنا في بوابة أخبار اليوم. تتويج جائزة سنوية باسم رحالين مصطفى وعلي أمين، وطبعا إحنا من أخبار اليوم عايزين نعرف من حضرتك إحساسك إيه بتتويج الجائزة دي كل سنة؟ والله أنا سعيدة قوي إن إحنا قادرين بعد 30 سنة من صدور الجائزة إن إحنا مستمرين فيها. أنا حقيقي في منتهى السعادة، لأن مصطفى أمين كان أحلى حاجة عنده في الدنيا إنه يكتشف نجوم، فإحنا بنحاول نعمل زيه، يعني بنحاول عن طريق لجان متخصصة وكبار الصحفيين فإحنا ماشيين على نفس طريقه. يعني في هو في المقال وشخصية العام، في لجنة مكونة من 19 من شيوخ الصحفيين بالتصويت، يعني كل شخص بيختار اسم، وبعدين بنشوف عدد الاختيارات، مثلا انت واخدة 5 وانا واخدة 6 يبقى انا اخد الجائزة، فهو بيتوقف. الاستاذ مكرم السنة دي اخد نص اصوات الجائزة فاكتسح، يعني ما كانش في مجال للتردد. بما ان حضرتك ابنة الراحل مصطفى امين، طبعا قامة كبيرة في الصحافة المصرية، شايفة الصحافة دلوقتي ازاي مقارنة بالصحافة زمان؟ يعني انا شايفه ان الصحافه يعني نازله نزول سريع، يعني في هبوط في المهنه. يعني السبب انه ما فيش حد بيراعي ربنا ولا بيراعي ضميره ولا بيراعي اخلاقيات المهنه، او قليل، عشان ما بقاش ظالم، قليل من المهنيين اللي بيعملوا كده. نصيحه منك للشباب الصحفيين بقى تقولي لهم ايه؟ هو نفس الكلام، لو كل واحد راعى ربنا وفكر هو بيكتب ايه واثر كتابته ده هيكون ايه، هيلتزم الصدق في كل حاجه بيكتبها ويشوف نتيجه اللي بيقوله ده ممكن يضر بلده او يفيدها. يعني بلدنا حلوه قوي، لازم نحافظ عليها.